شايف ان هو هايل، بيضم مجالات مختلفه، بيتكلم على الترانسفورميشن بشكل عام في مجالات مختلفه كتير، سواء في الليرنينج ولا في الترانسبورتيشن ولا في السمارت سيتيز، ولا بيتكلم في التلكو والاي تي بلايرز. شايف انه التنظيم هايل والمعرض هايل السنه دي بصراحه. جزء التركيز على الانوفيشن بالانوفيشن ارينا اللي موجوده ده موضوع مهم جدا. المسجز الاساسيه بتاعت مايكروسوفت في المعرض، جزء الديجيتال ترانسفورميشن اللي هو التحول الرقمي، ازاي فعلا الشراكه ما بين مايكروسوفت وما بين العملاء بتوعها في القطاع الخاص او العام. في كمان جزء الارتفيشال انتليجنس، واكيد الناس كلها بتتكلم على الذكاء الاصطناعي. الجزء الثالث مهم جدا ان احنا دايما نتكلم على الشراكات بتاعتنا وقصص النجاح اللي احنا بنقدمها، سواء مع الشركات والمؤسسات في القطاع العام والخاص، بس كمان ازاي ان احنا بنقدر ان احنا بالشراكات مع في تطوير كفاءات الشباب، في تطوير في تمكين الناس في مختلف المجالات.